السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، عمل واحد فقط يزيد الرزق، يزيد الصحة، يزيد النعم، يخلصك من كل المشاكل والهموم. ربما لا تتصور كم هو سهل، ولكن الله سبحانه وتعالى بدأ به كتابه العظيم، والنبي أمرنا أن نقوم به كل يوم، وهو الذكر بسيط جدا، ألا وهو الشكر. اليوم سنتحدث علميا كيف يؤثر الشكر على الإنسان. يعني هناك إنسان عود نفسه أن يشكر الناس ويشكر الله تعالى، إذا أدى له إنسان آخر أي معروف مهما كان قليلا يقول له شكرا لك، جزاك الله خيرا، تجد دائما يشكر الناس. هذا العمل الذي يبدو بسيطا، جامعة هارفارد قامت بدراسة علمية، أنا لدي هنا المقالة منشورة في سبتمبر 2024. الامتنان أو الشكر أو الحمد يطيل العمر ويعزز صحة القلب ويجلب السعادة للإنسان. هل تتصور هذه العبارة البسيطة التي نقولها ولا ننتبه لها؟ تقيك من شر النوبات القلبية وتحسن أداء عمل القلب، تجلب لك السعادة. اليوم للأسف كثير من الناس فقد السعادة، وتطيل العمر. طبعا لكل أجل كتاب، ولكن هناك أسباب سبحان الله، فإذا كتب الله لك طول العمر رزقك أسباب هذا العمر. الحقيقة موقع جامعة هارفارد نشر هذه الدراسة العلمية الموثقة والغريبة، حقيقة أنا أول مرة أطلع عليها. طبعا هنا أيها الأحبة يتساءلون كيف يمكن لقوة الشكر والحمد أو الامتنان أن تؤثر على حياتنا. وهذه الدراسة لم يقم بها أناس مسلمون على فكرة، قام بها أناس غير مسلمين. الحقيقة وجدوا نتائج عجيبة جدا على صحة القلب والأوعية الدموية وطول العمر والسعادة. طيب ماذا يريد الإنسان؟ طبعا البيانات يقولون استندت إلى 49,275 امرأة مسجلة في دراسة صحة الممرضات. يعني اختاروا شريحة معينة، عدد أكثر من 49,000، وكانت أعمارهن 79 عاما في عام 2016. طبعا يقولون في عام 2024 بعد مرور 4 سنوات ماتت 4,608 منهن، وكانت الأسباب مختلفة، منها أمراض الجهاز التنفسي، أمراض السرطان، القلب والأوعية الدموية، الأمراض العصبية التنكسية، العدوى، الإصابات إلى آخره. فالمهم أمراض القلب هي السبب الرئيسي لوفاة النساء والرجال في الولايات المتحدة الأمريكية، أو السبب الأكثر شيوعاً. طبعا هنا جامعة هارفارد تعطينا رقم باختصار، تقول إن الذين عودوا أنفسهم على شكر الناس وشكر النعمة تعرضوا للوفاة بنسبة أقل ب9%. يعني يمكن أن نقول أن أعمارهم كانت أطول بنسبة 9%، يعني 9% رقم مؤثر. طبعا يقولون قد يبدو هذا الرقم غير كبير، ولكن أثر جدا على صحة القلب وعلى مستوى السعادة الذي يتمتع به الإنسان. طيب هنا أيها الأحبة نريد تفسير لهذه النتائج.
يقول العلماء إن خفض خطر الوفاة بنسبة 9% أمر مهم، ولكن ما يميز الامتنان أو الشكر أن أي شخص تقريبا يستطيع ممارسته، عمل مجاني، يعني لا يكلفك جهد ولا تعب ولا يكلفك مثلا إنفاق أموال، ولا يكلف، هو عبارة عن كلمة تقولها شكرا. نحن طبعا كمسلمين جزاك الله خيرا. هنا طبعا أيها الأحبة يقولون إن هذا الشكر له تأثير مذهل على صحة الإنسان. يكفي أنه يجعلك تتمتع بحياتك بشكل أفضل. أنا الآن قبل أن أكمل هذه الدراسة لابد أن أستعرض معكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أمرنا أن نشكر الناس. إذا أدى شخص إليك أي معروف مهما كان صغيرا قل له جزاك الله خيرا، أو على الأقل أشكره بطريقتك الخاصة. هذا الأمر مهم جدا لك أخي الحبيب لسلامة قلبك. بعض الناس سبحان الله تنظر إلى وجوههم تجده عابسا، لا يأبه لكل من أدى له خدمة، لا يأبه له، هو يضر نفسه. الإنسان قليل التبسم قليل التفاعل، هو يظن أنه يعني أن هذا الأمر جيد، لا، هو يضر نفسه ويضر صحته وسعادته أيضا. طيب الله هنا، الله عز وجل هنا علمنا أيضا طريقة نستطيع أن نزيد بها النعم. النعمة يمكن أن تكون نعمة الصحة، نعمة العمر، العمر نعمة أيضا، نعمة الرزق، نعمة المال، نعمة الأولاد. قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ربط بين زيادة النعمة وبين شكر الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط بين شكر الله وشكر الناس. يعني دائما الإنسان الذي تجده ودودا متواضعا يشكر الناس، يعاشر الناس، يتواضع أمام هذا مثل هذا الشخص هو الذي يشكر الله. أما الإنسان العابس سريع الانفعال سريع الغضب لا يرضى عن شيء، فتجد حتى صحته بائسة، وبما أنه لا يشكر الناس سيكون شكره لله قليلا أيضا. من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس. طيب هنا الدراسة أيها الأحبة تحلل لماذا الإنسان يعيش عمر أطول ويتمتع بصحة أفضل في حالة كثرة الامتنان والشكر. يقولون إن الشكر والامتنان يعطيك إحساس بالرضا. إحساسك بالرضا عامل مهم لسلامة القلب، عامل مهم لإحساسك بالسعادة. ما هي السعادة؟ أن تشعر بالرضا. يعني أنت متى تكون كئيبا حزينا؟ عندما لا ترضى عن شيء، لديك مشكلة استعصى عليك حلها، وبالتالي أنت غير راض عن هذا الأمر فتشعر بالتعاسة. أما عندما تشعر بالرضا عما أصابك، بالرضا عما أعطاك الله، بالرضا عما وضعك الله فيه، كثير من الناس يفكر بالسفر والهجرة وترك مكانه، وحتى لو سافر إلى كل مكان في العالم لن يجد السعادة. لماذا؟ لأن السعادة كما يقول العلماء إحساس داخلي، ليس له علاقة بالمكان، ليس له علاقة بالظروف، إحساس داخلي. أنت تستطيع أن تصنع السعادة حتى لو كنت في أسوأ الظروف. وبالتالي أيها الأحبة
إحساسك بالرضا هو الذي يمنحك السعادة ويريح القلب، لأن بالنتيجة الإنسان المتوتر يجبر جسمه على إفراز هرمون الإجهاد خاصة الكورتيزول. هذا الهرمون إذا تم إفرازه بكثرة يرهق القلب، يرهق أصلا النظام المناعي والجسم بالكامل، وبالتالي لا يشعر بالرضا، لا يشعر بالسعادة، وأخيرا تجد أن صحته يعني أقل من الإنسان كثير الشكر. لذلك هنا جامعة هارفارد تنصحنا دائما أن ننظر للأشياء الإيجابية، أن ننظر لأي خير نتلقاه نشكر الناس عليه، وبخاصة شكر الزوجة لزوجها. قضية شكر المرأة لزوجها مهمة جدا في أن تخيم المودة والرحمة على البيت، وهو أكثر ما يربط الزوجين والأسرة بشكل عام، وأكثر ما يجعل الأسرة سعيدة جدا المودة والرحمة. هذه المودة والرحمة تأتي من الرضا، أن ترضى هذه الزوجة عما قسم الله لها. وعندما تشعر بالرضا هذا الشعور لا يأتي إلا من خلال الشكر أو الامتنان أو الإحساس بالخير. وبالتالي أيها الأحبة، العلماء هنا يتحدثون عن فوائد مذهلة للأسرة وللبيت، لأفراد الأسرة، للقلب، للنظام المناعي إلى آخره. طيب أنا هنا لدي أيضا دراسة لجامعة كاليفورنيا، أيضا اهتموا بهذا الموضوع، والغريب أنهم أجروا دراسة على 26 ألف شخص. يقولون إن ممارسة الامتنان 15 دقيقة يوميا 5 أيام بالأسبوع لمدة 6 أسابيع على الأقل يمكن أن تعزز الصحة العقلية، وفوائد أيضا إيجابية للبدن. غريب يعني هم يخصص ربع ساعة مثلا، أنا كمسلم حياتي كلها شكر لله، كل وقت صلاة أنا أبدأه بالحمد لله رب العالمين أشكر الله، عندما أقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أحمد الله. دائما لسان المؤمن يقول الحمد لله. انظر إلى قوة الحمد، طاقة هائلة موجودة في الحمد عندما تكثر من الحمد لله رب العالمين. تشعرك هذه العبارة بالرضا. هذه المعاني أيها الأحبة فقدها الملحدون، لذلك هم يصنعون مثل هذه الدراسات ويقولون لك كل يوم خصص من وقتك 15 دقيقة لتشكر الناس أو لتشعر بالرضا، لأنهم فقدوا مثل هذا الأمر المهم الذي هو من أساس الإسلام. يقول هذا الموقع، انظر أخي الحبيب، راجعوا 70 دراسة شملت 26 ألف شخص، وجدت هذه المراجعة ل26 ألف شخص كشفت وجود ارتباط بين ارتفاع مستويات الامتنان أو الشكر يعني وانخفاض مستويات الاكتئاب. يعني كثرة الشكر، كثرة الحمد تخفف الاكتئاب والحزن. سبحان الله، يعني أنا لا أكاد أصدق أن ما نطبقه في ديننا من دون أن نشعر. الآن العلماء يكتشفون أسراره، تصور معي الآن يكتشفون هذه الأسرار. هذه الدراسة في مارس 22 مارس 2023، يعني حديثة جدا. نحن نمارس الحمد والامتنان لله تعالى ونشكر الناس أيضا كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام منذ 1400 سنة. رأيت معي قوة تعاليم الإسلام. والله الإنسان لا يملك إلا أن يقول فعلا الحمد لله رب العالمين. طبعا هنا
يقولون يجب أن يصبح الامتنان أو الشكر أو الحمد جزء من نظامك اليومي، لأنهم ليس لديهم هذه الثقافة التي أمرنا الإسلام بها. فهذه الدراسة هنا تركز على تركز أحبتي في الله على الجانب النفسي، فيقولون أن تمارس الشكر والامتنان كل يوم، هذا الأمر يخفف من القلق والخوف ويبعد عنك الأفكار السلبية والخوف من المستقبل. طبعا هنا أيضا وجدوا جامعة كاليفورنيا وجدت أيضا فوائد عظيمة للقلب. إذن جامعة هارفارد وجامعة كاليفورنيا، يعني لا يأتي ملحد ويقول أين المرجع العلمي، يعني أنا أقرأ الآن حرفيا من موقعهم. طبعا يقولون كثير من الدراسات أثبتت أن الإنسان الذي يشكر الناس وعود نفسه على ذلك ينخفض لديه أو تنخفض لديه احتمالات الإصابة بأمراض القلب. أيضا هنا راجعوا أبحاث عام 2021 ووجد الباحثون أن الاحتفاظ بذكريات الامتنان، يعني أنت تشكر شخص تشعر بالرضا تجاهه، وبخاصة كما قلت لكم في البيت، اليوم تجد ابن غير راض عن أبيه، تجد زوجة غير راضية عن زوجها، طب هذا ماذا يفعل؟ عدم الرضا هذا مدمر للأسر، لذلك نجد نسب الطلاق تصل إلى 50%. والعلاج بسيط جدا، هو فقط كلمة شكرا أو جزاك الله خيرا، يمكن أن تعالج بها هذه الآفة، آفة الطلاق التي انتشرت. طيب أيضا تخفيف التوتر، التوتر يؤدي إلى تحفيز استجابة الجسم للقتال، يتهيأ للقتال أو الهروب، وهذه عمليات لا شعورية تحدث في الجهاز العصبي، موجودة لدى كل الكائنات. القلب ينبض بسرعة، العضلات تنقبض، ويبدأ ضخ الأدرينالين في الجسم، لكن الرضا والامتنان والشكر والإحساس بالنعمة يخفف ويهدئ هذا الأمر كثيرا، ويخفف من إفراز الأدرينالين بشكل كبير. لذلك هنا يقولون حتى النظام الهضمي أيضا يتحسن. وبالفعل يعني نحن نعلم أن كثير من الناس يعاني من مشاكل في المعدة والقولون وحموضة وكذا وتشنجات، يقول لك سببها الحالة النفسية، الانفعالات الغاضبة، التوتر، القلق، الترقب. فأنت عندما تشعر بالرضا، متى الإنسان يشعر بالرضا؟ عندما تشعر بقيمة هذه النعمة. لذلك هنا الله عز وجل لم يغفل هذا الجانب، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، سبحانه وتعالى. طيب حتى هنا يقولون إن ممارسة الشكر، شكر الآخرين، نحن عندنا شكر الآخرين وشكر الله تعالى، أيضا هناك خفض لضغط الدم المرتفع ومعدل ضربات القلب. هنا أيضا شيء غريب يقولون يحسن النوم. أنا هنا أقرأ من موقع جامعة كاليفورنيا. قد يقول أحد المشككين ما علاقة إذا قلت الحمد لله رب العالمين أو شكرت إنسان قلت له جزاك الله خيرا كما أمرنا النبي، يعني إذا أدى أو صنع شخص لك معروف فكافئه
أو على الأقل قل له جزاك الله خيرا. فما علاقة هذا الموضوع بالنوم؟ هذه دراسة علمية يقولون يميل الأشخاص الذين يتمتعون بموقف الامتنان إلى السعي لتحقيق أهداف تجعلهم يشعرون بالسعادة. فالموقف الإيجابي يعزز العمل الإيجابي، وبالتالي يتحسن النظام الهضمي، يقل التوتر، وتتحسن جودة النوم ومدة النوم. يعني الذي ينام وهو راض عمن حوله، راض عن زوجته، عن أولاده، يشعر بالرضا، بالأمان، بالامتنان، هذا الإنسان ينام نوما جيدا هانئا. يعني أنا أنقل لكم والله أيها الأحبة، هنا يقولون نصائح لممارسة الامتنان، دعونا نقرأ ماذا يقولون. يعتقد الكثير من الناس أن الامتنان صفة من صفات الإنسان، ولكن إذا مارسته فإن التركيز على الأشياء الإيجابية في الحياة قد يصبح عادة. ركز على الجانب الإيجابي. أفضل طريقة لتكوين عقلية الامتنان أن تدرجها في حياتك طوال اليوم. يقولون تدوين الأمور، خصص وقتا إما في الليل أو في الصباح لتدوين الأمور التي سارت على ما يرام. الضغط على زر الإيقاف المؤقت، كثيرا ما يقول الكثير منا شكرا بشكل انعكاسي في المرة القادمة التي تسمع فيها نفسك تقول ذلك، توقف وحدد على وجه التحديد ما أنت ممتن له. مشاركة امتنانك، أرسل ملاحظة سريعة تخبر فيها شخصا ما لماذا أنت ممتن له. شجع عائلتك على الامتنان كل ليلة. طيب طيب، أنا مستغرب أن هؤلاء ليس لديهم نعمة الحمد. انظر، رغم الحروب، رغم الدمار، تجد إنسان يفقد أبناءه سواء في حرب أو في حادث، وهو مؤمن، أول ما تسأله يقول لك الحمد لله، يحمد الله. هذا أعلى درجات الامتنان أيها الأحبة. بما أن الملحدين ليس لديهم هذه الثقافة، فيحاولون أن يعلموها للناس لأنها مفيدة وتطيل العمر، ولكن نحن نطبق هذا الشيء بشكل لا شعوري ولا نشعر به ولا نشعر بقيمته أيضا. كثير من الناس لا يشعر بقيمة هذه الكلمة الحمد لله في حياته. طبعا انتهت هنا الدراسة، وهناك أيضا بعض الجامعات أجرت مثل هذه الدراسات ووصلت إلى نتائج مبهرة، أن هناك طاقة موجودة في الامتنان أو الشكر أو الحمد، طاقة خاصة تزيد السعادة، تحسن حياتك، لها أثر على اتخاذ القرار، لأن الشكر يعني أيضا له فوائد في الدماغ، يحسن القدرة على اتخاذ القرار لأنه يحسن منطقة الناصية هذه خلف الجبهة المسؤولة عن اتخاذ القرار، ويجعلك تشعر بحياة أفضل. من هنا أيها الأحبة ندرك لماذا بدأ القرآن بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا قال؟ الحمد لله رب العالمين. قبل أن يقول لنا صفات الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا كذا، قال فورا احمد الله. ليه؟ لأنه رحمن رحيم، لأنه مالك يوم الدين، لأن هناك يوم كل إنسان سيأخذ حقه، لأن هناك إله أكرمك ورزقك وأعطاك هذه الصحة، أعطاك هذه الإمكانيات التي تتميز بها. فأقل شيء
أن تحمده وتقول الحمد لله رب العالمين. والله أيها الأحبة، هذه الدراسات أنا بنظري تظهر الجانب العلمي الإعجازي في القرآن الكريم. هذا الجانب غير موجود في الكتب الأخرى. ليس الملحدون ليس لديهم هذه الثقافة، ثقافة الشكر والحمد والامتنان وثقافة الرضا حتى عن المكروه على المكروه، يعني الإنسان يرضى عن البلاء مهما أصابه يقول الحمد لله، هذه نعمة كبيرة من الله تستحق أن نحمد الله عليها. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. أنا أتوقف هنا أيها الأحبة، إن شاء الله في لقاء قادم سنستكمل مثل هذه الدراسات لندرك عظمة الإسلام، عظمة القرآن، ونفتخر بانتمائنا لهذا الدين الحنيف، والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.